أزيد من 560 مشاركا ومشاركة يمثلون الأندية المنتمية لعصبة الرباط سلة القنيطرة للتايكواندو حضروا للمشاركة في البطولة الجهوية للشبان والشابات والكبار والكبيرات للتايكواندو، والتي احتضنتها القاعة المغطاة الوحدة بمدينة القنيطرة. اليوم علاش هاد البطولة؟ هذا اختتام ديال الموسم الرياضي الحافل بالنسبة لهذه العصبة. سالينا البطولة الجهوية الفتيان عطات الأكل ديالها بأنه تركيبة الفريق الوطني اللي غيشارك إن شاء الله في البطولة العالم ديال الفتيان اللي غيتكون في طشقند في هذا الشهر هذا، 40% من تركيبة الفريق الوطني ينتمون إلى هذه العصبة. اليوم كان مشينا للشريحة ديال الشبان والشريحة ديال الكبار، لأن عندنا كأس العرش إن شاء الله وعندنا الشبان مواعيد دولية كبيرة. العصبة الجهوية من أكبر العصب، 146 نادي منخرط بالجامعة. اللي تيتبين هو ان خدمنا بعد طيلة هذا الموسم اللي فات واللي حنا باقيين على مشارف النهايه ديالو، عندنا سبعه العناصر في الفريق الوطني حاليا على في فئه الكادي، وباغينا الشبان والكبار كذلك يكون اكبر عدد ان شاء الله ممثل في النخب الوطنيه، واللي معروفه جديدا تدعم الفرق الوطنيه باجود العناصر. منافسات هذا اليوم عرفت مستوى تقني ممتاز وأبانت عن مواهب واعدة في التايكواندو، وذلك بسيطرة الأندية المنتمية لمدينتي الرباط وسلا. الحمد لله قدرت نتوز بالرتبة الأولى في هذه البطولة الجهوية ديال الشبان اللي كان فيها منافسة قوية، استطعت نفوز بخمسة ديال المباريات الحمد لله. هذا الشيء كله كيرجع للمدرب ديالي، الخدمة اللي كنخدموه، وكنشكر هاد العصبة الجهوية اللي خلات لنا اللي فتحت لنا هاد الفضاء باش نقدروا نلعبوا ونخدموا مزيان ونتوجوا بميداليات مزيانين. لعبنا واحد البطولة جهوية اللي كان فيها مستوى طالع بزاف، وكنشكر أستاذ داودي على هاد المجهودات كلها اللي قام بها على طيلة هاد السنة هادي، وكنشكر الأستاذ ديالي هو نفس الوقت الأب ديالي حامد الفضيلي على المجهودات الجبارة التي قام بها معي طيلة السنة. المناسبة يمكن اعتبارها اختتاما لموسم رياضي حافل لعصبة الرباط سلة القنيطرة للتايكواندو، والذي تمكنت خلاله هذه العصبة من تطعيم المنتخبات الوطنية بعناصر بارزة.